أخبار اليوم. النهاردة الرسالة اللي بتحاول تقولها لكل الناس من شمال سيناء، أقول إني شوكة الإرهاب وما يدعون واضح للعيان إنها انكسرت، وأنا كنت أتمنى إن الكاميرات تصور على طول الطريق كيف أن الطريق آمن، وكلنا شفنا المركبات راحة جاية، سواء إذا كانت مركبات خاصة بمؤسسات أو مركبات مدنية أو مركبات عسكرية. بس اللي عايز أقوله إن إحنا النهاردة شرفنا إن إحنا فاتحين لكوبري السلام اللي ظل لفترة طويلة مغلق عشان يأمنوا سيناء ويحصروا الإرهاب فيها. إحنا النهاردة فاتحين لهذا الكوبري. بوجه عظيم التحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يعني لم يوجه أي تعليمات بأن ما فيش حد يزور سيناء دلوقتي. مجرد سماح الإدارة والرئاسة والسيد المحافظ بقدوم هذا الوفد، وفد طيار الاستقلال الذي دائما أبدا ما يترك آثار تؤكد على مبلغ وطنية هذا الطيار بكافة أطيافه وبكافة أحزابه، بيؤكد على أن مصر بخير. وزي ما احنا شايفين والكاميرا بتصور، احنا واقفين بكل الطمأنينة والسلام وسط هذا الشعب الطيب الكريم اللي استضافنا واللي بيقابلنا واللي جينا عشان نكرم قيادات ورموز فيه ومشايخ قبائل وأسر شهداء قدموا الكثير حفاظا على هذا التراب المصري الذي كرمه الله وذكره في القرآن. حضرتك واحنا قريبين من قناة السويس، والنهارده بما ان حفلة عيد العمال، حابب تقول ايه للعمال اللي حفروا لنا القناة الجديدة؟ اقول مش جديد على المصري اللي حفر قناة السويس واللي بنى الهرم واللي بنى السد واللي كبر وعبر انه يكبر ويحفر ويطور ويضيف جديد ويقيم مناطق تنمية عشان مستقبل هذا الشباب وهذا الجيل القادم في قادم الأيام بإذنه.